وكنت بتمنى انه هيك ادخل على الجزائر اخذ منصب. دفعت رشوة لكتير اشخاص، حان الوقت انه هذا الوجه المزيف يروح. دفعت رشوة لكتير اشخاص، واحد منهم عارف مشاكره. تكوني حفيدة الأمير عبد القادر يعني عندك عبء، يعني هذا لازم يتمشى فوق ظهرك أكيد. فالإنسان اللي بيكون عمل فرق وأثر بالدنيا مثل الأمير جدي، وأفتخر فيه اليوم إني بقول جدي. وكنت عملت تصريح إنه أنا حفيدة الأمير عبد القادر الجزائري، لكن الحقيقة والواقع إنه أنا لست حفيدته ولا حتى بعرفه. أحمل جنسيات مختلفة، لكن أحببت أن أتي إلى الجزائر لأنها تربة خصبة. بما يخص كتاباتي أو الطريقة الثقافية التي أتكلم بها، فهي تعود فيها الفضل الأول والأخير لشخص ساعدني، وقف معي، واعتقد أنني أنا إنسانة منيحة. لكن ضمير الواحد بأنبه، وأنا لازم أعترف بهذا الموضوع. ولا شيء من اللي كتبته لإلي، ولا حتى بعرف أكتب عربي الصراحة. وكنت بتمنى أنه هيك أدخل على الجزائر أخذ منصب. دفعت رشوة لكتير أشخاص، واحد منهم عارف مشاكرة اللي وعدني بمنصب عن طريق شخص هون في أمريكا، فدفعت له مبلغ ورشيت عشان أخذ منصب. وكانت محاولات كتير، ولكن حان الوقت إنه هذا الوجه المزيف يروح، وإنه تعرفوا هاي الحقيقة. بتمنى أنكم تسامحوني، بعرف يمكن حيكون الموضوع صعب، بس هي الحياة هيك، الحياة لازم تستمر. ايه دني ودني 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 ودني.